وننتقل الآن إلى المحلل السياسي السيد أحمد فتحي في نيويورك. أستاذ أحمد، كما شاهدنا في تقريرنا، موضوع التأمين الصحي هو من المواضيع الحاسمة في تقرير النتائج، إلى أي مدى هذا واقعي؟ هذا يعني موضوع حيوي وموجود على الساحة، ويوجد اختلاف في تقديم كل طرف لقانون التأمين الصحي الذي أقره الرئيس أوباما في بداية فترة حكمه الأولى، ويقول أنه كان على نسق قانون التأمين الصحي الذي أقره ميت رومني عندما كان حاكما لولاية ماساتشوستس. فهنا تظهر يعني بكل وضوح التعارض بين الشيء ونقيده على نفس الشيء في نفس الوقت، فهي مجرد فرقعة انتخابية يريد ميت رومني أن يستخدمها ضد أوباما، على الرغم من أن قانون الرعاية الصحية في الولاية التي كان يحكمها هو بنسبة كبيرة هو القانون الذي أقره الرئيس أوباما. أستاذ أحمد، ولاية أوهايو تعد حاسمة في الانتخابات الرئاسية، والاستطلاعات الأخيرة تظهر تقدم أوباما على رومني، ما دلالة ذلك سيما وأن أوهايو غالبا ما صوتت للجمهوريين؟ الميدويست أو الوسط الغربي في الولايات المتحدة يعتمد بصفة أساسية على الصناعة وصناعة السيارات والمكونات التي تدخل في هذه الصناعة تحديدا. ويجب أن نتذكر أن عندما قام الرئيس أوباما بكفالة الشركات الكبرى لصناعة السيارات مثل جنرال موتورز، مكن هذا العديد من المصانع ألا تغلق أبوابها أو تسرح عمالها، على الرغم يعني استطلاعات الرأي بتوضح أن ولاية ميشيغان تميل للتصويت للرئيس أوباما، على الرغم أن ميت رومني من أبناء ميشيغان ووالده كان حاكما سابقا للولاية. أعتذر منك لضيق الوقت. محلل السياسي سيد أحمد فتحي، كنت معنا مباشرة من نيويورك. يعني